بسنة 1957 في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، كان في صياد غير قانوني بيصيد في الغابة، وبليلة من الليالي اللي كان طالع يتفقد فيها الأفخاخ تبعيته، لقى صندوق فيه طفل صغير ميت عمره بحدود 7 سنين، وملفوف ببطانية لكنه عاري بدون أي ثياب. وللأسف هذا الصياد خاف الشرطة تحبسه على الصيد بدون رخصة، لهيك ما بلغ عن الموضوع. وبالصدفة بعد كم يوم كان مارق بالغابة شاب تاني وشاف أرنب معلق بفخ، فنزل من سيارته ليشوف شو القصة، وهناك لقى جثة الطفل، وبرضه تردد يبلغ عنها لحتى ما يتورط وتلبسه القضية. لكن بعد يوم هذا الشاب حس بتأنيب الضمير وقرر يخبر عن الجثة، ولما اجت الشرطة واخدتها لو انها مليانة كدمات، وبعد التشريح اكدوا انه الطفل مات نتيجة تعرضه للضرب على ايد قاتل مجهول. بهذاك الوقت إمكانيات الشرطة في أمريكا والعالم عموماً كانت خفيفة ومتواضعة، وما كان في مجال لفحص الدي إن إيه ولا كاميرات مراقبة وغيره. عشان هيك فتشت الشرطة كل السجلات اللي عندها عن المواليد في الولاية، وظلت فترة طويلة عم تحاول تربط الطفل بأي اسم موجود في الكشوفات، ووزعوا صور وملصقات ورقية في كل نواحي المدينة، وكان للأسف على الفاضي، فتم دفنه وانكتب على الشاهد تبعه طفل أمريكا المجهول. القضية كانت صادمة ومرعبة، والكل بده يعرف مين اللي قتل الطفل بهي الطريقة البشعة، وعدد كبير من المحققين المتقاعدين والمحامين والجمعيات الأهلية اتطوعوا لحتى يساعدوا الشرطة بالتحقيق. وكان في خيوط بتقول إنه الطفل انخطف من سوبر ماركت قبل وفاته بكذا سنة، وخيوط تاني بتقول إنه الطفل مجاري الأصل وعيلته هاجرت وعاشت بأمريكا. وبعد أكثر من 60 سنة على جريمة قتل طفل أمريكا المجهول، الشرطة وصلت لهوية الطفل واسمه جوزيف أوغوستو زاريلي، وأعلنت في مؤتمر صحفي إنه أحد الأخصائيين بالطب الشرعي جنائي بشرطة فيلادلفيا قدر من خلال عينة حمض نووي تحديد اسم الطفل من خلال ربط تحاليله بتحاليل قرايبه المسجلة عند الحكومة. وهي القضية هي أقدم قضية قتل مفتوحة في الولاية، ومفوض الشرطة اعتبر أنه نتيجة متأخرة كتير وما كان لازم تأخذ كل هذا الوقت. ورغم هيك الشرطة رفضت تكشف هوية أبوه وأمه أو وضعهم ومكان إقامتهم الحالي ولا حتى المسؤول عن وفاته، واكتفت بأنه رح تواصل التحقيق أكتر بالموضوع. والترجيحات بتقول أنه الشرطة عرفت أنه القاتل توفى ولهيك ما كشفت عنه، ولكن بعض المصادر في الإعلام الأمريكي قالت أنه الطفل طلع ابن عائلة كبيرة في مقاطعة ديلاوير، وأنه الشرطة استخدمت علم الأنساب الجيني الاستقصائي لحتى توصل لهوية الطفل وهوية الأشخاص اللي بتربطهم أي صلة قرابة فيه. والتطورات اللي أعلنها مفوض شرطة فيلادلفيا رجعت اهتمام الشارع الأمريكي بالقصة، وصار في فضول كبير لمعرفة تفاصيل أكثر، خصوصا أنه صار في جيل جديد ما كان بيعرف قصة الطفل وتأثروا جدا لما سمعوا عنها، وجزء كبير من الناس زار قبر الطفل وزينوا بالورد. ومن 5 سنين حطت البلدية يافطة كبيرة عن موقع الجريمة تحكي عن قصة طفل أمريكا المجهول اللي واجه نهاية مأساوية وقاتله قدر يفلت طول هالسنين من قبضة العدالة.